كيف اداء الزمالك النهارده وسيراميكا في المباراه اللي اقيمت منهم قبل دقائق؟ اداء الزمالك كويس، بس بالنسبه للفرص اللي بتضيع ديت المدرب برضه لازم يتدخل يشد اللعيبه شويه. لا مش كل ماتش، كل ماتش خمس ست فرص 10 فرص، لازم المدرب يتدخل شويه بالنسبه لاداء اللعيبه. المباراه كانت كويسه قوي، بس المدرب سيراميكا كان جريء على الزمالك، شايف ان الزمالك عمل مباراه كويسه كان لازم يعملها قبل ماتش الترجي. والله انا من رايي ان ده فوز كويس جدا للزمالك، فوز معنوي اكتر منه فوز الثلاثة بونت، عشان الزمالك عنده ماتش مهم جدا اللي هو المفروض يوم الثلاث. الماتش ده لازم بيسموه عنق الزجاجه كده باللغه بتاعه كره القدم، لازم الزمالك يكسب الماتش الجاي، فكان لازم الماتش ده مهم. بس برضه في ملاحظ على اداء الزمالك، عنده مشكله في الدفاع، بيتضرب كتير جدا، بدليل ان هم سيراميكا كليوباترا راحت باربع كور ولا يمكن خمس كور مؤكدين كانوا ممكن ياثروا على نتيجه الماتش كله. الزمالك قدم مباراه كويسه، الشوط الاول جاله فرصتين سجل الفرصتين، والشوط الثاني سيراميكا الاداء والاستحواذ كان هو اللي مستحوذ على الماتش. سيراميكا المفروض كانت تسجل بفضل اللعيبه الخبرات اللي عندها زي صالح جمعه وميدو جابر واحمد ياسر ريان، بس سيراميكا كليوباترا عملت الفتره الاخيره مباريات كويسه جدا بنتائج واهداف بتسجل اللعيبه الخبرات والمهاريه. مباراه النهارده ممتازه جدا من ناحيه الزمالك، من ناحيه اللي هو هيلاعب الترجي الماتش الجاي، وسوء يعني الاداره بتاعت الزمالك في الفتره ديت، مدرب ماشي ومدرب جاي، يعني النهارده ممتاز 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 بصراحه. الزمالك كسب بخبرات فرديه، الجونين اللي جم مهارات فرديه، الزمالك يقدر يبقى احسن من كده بس ينقصه الجمعيه شويه واستغلال الهجمات. طبعا غياب راس الحربه الصريح هو اللي مؤثر معاهم الفتره دي.